أولئك الذين يجر تذكرهم لقلبك البؤس وتظل تهرب منهم قد لا يكونون بالنسبة لك سوى خبر عاجل يغزو شاشتك الصغيرة فتتجاهله، مجرد أرقام تلخص حدث لا تعرف تفاصيله. يعني هذا الحدث وقع في مكان لا تعرفه، في زمان لا تعرفه أيضا، وقتل أناس لربما لا تعرفهم. لكن هذا ليس كل شيء، وبعيدا عما اعتادت على نقله نشرات الأخبار في هذا العمل، ما قد تشاهدونه للمرة الأولى، إذ أن في الحرب ابتسامة وبهجة على الرغم من كل الألم. نعم، هذه العبارة وصف فيها فيلم ابتسامة حرب من خلال فريق العمل الذي قام بإنتاج هذا الفيلم، ولربما سيجعلنا نفكر كثيرا في ماهية الابتسامة في ظل الحرب. نشاهد الفيلم ومن ثم نعود للحديث عنه. We'll be right back.
بالتأكيد نرحب معنا بمنتج هذا الفيلم الجميل جدا، المنتج والمصور معنا اليوم، منتج الفكرة عبد الرحمن الكيلاني، بنرحب فيك بداية. وأيضا بنرحب بأنس صباغ أحد مصورين هذا العمل، وصوروا معك عتبة الكيلاني اللي هو أيضا مخرج العمل. أهلا وسهلا فيكم. أهلا صباح الإيمان. صباح. يسعد صباحكم. يعني شاهدنا الفيلم وإحنا عم نشاهد، كانت المشاعر عم تختلف بين الحزن والفرح، بين الضحكة والدمعة، بين الحرب والسلام، يعني تناقضات مختلفة جمعها هذا الفيلم. سؤالي لك عبد الرحمن، أنك منتج هذه الفكرة، يعني ما الفكرة التي أردت إيصالها من هذا الفيلم؟ اللي حاولنا نوصل ابتداء أنه هي مو تناقض بقدر ما أنه هذا تكامل الصورة. جميل. دائما خصوصا الأخبار والنيوز دائما هي بتاخذ الشيء العاجل، الشيء اللي فيه حدث بالنهاية لا تستطيع تنقله للمشاهد، فهذا الحدث هو دائما هو حدث مؤلم ومليء بالموت والكآبة والقسوة وإلى آخره، جرحى وشهداء وإلى آخره، وما بيكون في تركيز عادة من الأخبار والنشرات على الجانب الآخر، أنه الناس تعيش، يعني على أنه الناس تعيش رغم كل ما في الحرب من مأساة، لكن الناس تعيش لإرادة بداخلها للعيش أساسا. يعني أنتوا نوعا ما حاولتوا توصلوا يمكن نزعة الحياة الموجودة عند الإنسان رغم كل الظروف، وهي فلسفة بحد ذاتها، أنا هذا الشيء اللي حسيته يعني أثناء مشاهدة الفيلم. طب لابد أنه نسأل المصور اللي نقل لنا كل هذه المشاعر والأحاسيس، طريقة تصوير الفيلم لطيفة فيها نوعا ما يعني شتات متسارعة أو لقطات متسارعة، لو تخبرنا أكثر عن الأسلوب المعتمد في تصوير هذا الفيلم. الأسلوب ما في أسلوب معين يعني معتمد، نحن بناخذ الكاميرا ننزل على الشارع نشوف كيف الحياة، كيف بالأول قلنا أنه الناس حيكون عندها رهبة بالكاميرا، ما راح يتقبلوا يقولك أنه هذا حيصور هلا حينقصف المكان، لكن وجدنا أنه في تأقلم مع الكاميرا، الكاميرا واحد من الناس تفاعلوا كتير معنا بأسلوب التصوير. مثلا استخدمنا التايم لابس، حاولنا أنه الانتقالات الموجودة بالفيلم حاولنا تكون هي من لقطة يعني نفسها. نعم. ما نستخدم إفكتات أو شيء تاني. جميل، حلو. يعني هذا تم التصوير، يمكن إحنا شاهدنا 5 دقائق مدة الفيلم، وأنت ذكرت مدة التصوير كانت ساعتين تقريبا، مثل التايم لابس يعني بالأخير يعني الرسمة. نعم. يعني هو يعني الرسام استغرق وقت يعني لبين ما رسموه. اللقطة الأخيرة اللي شاهدناها كانت مدتها ساعتين، لكن أنتوا تم اختصارها بهذه. طبعا في تايم لابس كتير يعني بالوسط حنحكي عن التفاصيل، بس معلش نحكي عن السيناريو أول. طريقة كتابة الفكرة، هل كان في تسلسل للأحداث بذهنك قبل التصوير، أم هي يعني خلينا ننقل كل اللقطات بعدين نرتبهم؟ تماما ما ممكن كتابة فكرة، اللي كان مكتوب قبل التصوير هي معالجة الفيلم، إنه إحنا بحاجة نصور الجانب الآخر من حياة الناس، محتاجين نشوفهم عم يضحكوا، عم يعيشوا، عم يمارسوا حياتهم العادية يعني. بس شلون رح نبلش وحننتهي كان مستحيل نعرف، لأنه أصلاً العمل بالكامل عفوي، فإحنا كنا مضطرين لتصوير لساعات طويلة جداً. استغرق التصوير، رح يحكي بعد شوية أنا سأديش استغرق التصوير. نعم. رجعوا المصور فريق التصوير بمادة جداً هائلة، آلاف المشاهد واللقطات. اخترتوا شو تختاروا؟ بالضبط يعني بصير هون التحدي، بأنه تحدي التخلي أصلاً، قدرة المصور وقدرة المخرج على التخلي عن اللقطات اللي هو عاشة وشافة كل جميلة. فكتابت فعليا السيناريو صار بعد التصوير، واعتمدنا بشكل أساسي على المونتاج، المونتاج هو اللي كان يحدد، وهي أحد الأنماط الأساسية بصناعة الأفلام وصناعة السينما من الأساس، من نشأة السينما هو الاعتماد على المونتاج في التنقلات وفي صياغة الفيلم، وفعليا هذا اللي صار يعني بالفيلم مثل ما شاهدنا. بس أعتقد أنه هذا أسلوب صعب، يعني مسألة أنك أنت تنزل بعفوية للشارع تصور وفيما بعد تنسج الفكرة. أنت الآن يعني بعد ما شاهدت الفكرة، الفيلم، هل برأيك كان ممكن مثلا العودة من قبل وصياغة الفكرة بشكل مختلف، ولا لا فعليا هذا ما كان يجب أن يكون، وبهذه الطريقة يمكن أن تنتج هذه الأفكار بشكل دائم مهما كانت الظروف؟ أعتقد أن الفكرة بهي الطبيعة وهي المعالجة هي الطريقة يعني بجزء تكون وحيدة لصناعتها أساساً يعني. ربما لو كانت الفكرة أوضح من البداية كنا اختصرنا أوقات تصوير يعني، بس صحيح. هو اللي كان يصير أنه مع الوقت كانت توضح أكثر يعني. بالأول كنا نصور، كان الفريق يصور كل شيء عم نشوفه، ومع الوقت صار لا يعرف لوين يروح ويعرف شو اللي، فصارت المادة اللي توصل أقل وتوصل منتقى يعني ابتداء من وقت التصوير. تمام. طب أنا قبل ما أنتقل لأنس ونحكي عن التصوير بدون كلام، رح أشوف إذا كانت الفكرة هي سابقة لهذا التصوير، وهي كان شيء متخيل في ذهنك أنه فعليا إحنا بدنا نصور بدون كلام وفقط تنقل اللقطات والمشاهد هو اللي يستنتج. إيه تماما كانت هي الفكرة. كنا قبل التصوير في قرار نعتمد على الصورة فقط لنحكي فيها يعني. وهذا كان بحد ذاته تحدي كبير جدا يعني. شو السبب اللي خلاك يعني تاخذ هذه المنهجية؟ لأنه الفكرة اللي بدنا نوصلها الناس عايشة والناس
سعيدة داخل الحرب وفي بداخلها قوة وإرادة صمود، كنا نعتقد أن الصورة قادرة على إيصالها أكثر ما يطلع شخص ويقول الناس عايشة. لا بكفي نشوفه يعني شو المشاهد اللي شفناها عم يلعب أو عم يبتسم أو عم الأولاد اللي عم ينزلوا بالشارع، يعني كان هذا كافي. كانت لحالها بتحكي، يمكن كان هذا صعوبة ربما أو هيك يعني عقبة معينة عند أنس، لأنه التصوير بدون صوت أحيانا يعني بتصير أنت جواتك كمصور لا أنا بدي أخذ هذه الكلمة اللي حكاها هلأ، يعني هي ممكن كتير تختزل أشياء. هل كانت صعوبة معينة ولا شو شكلت لك بالنسبة لك؟ هلأ بالأول ما تخيلنا كيف حيطلع هيك بدون صوت بدون ما حدا يحكي، بس لما شفنا نماذج تانية حدا مشتغل قبلنا مثلا بهيك نموذج، شفنا انه الصورة هي بتوصل الحياة، هي بتوصل كيف الولد عم بيبتسم كيف عم بلعب، هاي الحالة بتحكي. يعني لما واحد بنشر تقرير واحد عم بيحكي فهذا كله مجهز له ومعدد له، اما مثلا بهيك عمل كان كله عفوي، يعني بتوصل صورة حياة كيف هذا الزلمة عايش، كيف عم بيمشي بالشارع، كيف عم يشتغل، هذا كلياته عفوي، يعني ما في شيء مبتذل، ما قلنا له انت اطلع انزل من هون. ما تم الترتيب نهائيا في اي لقطه؟ ابدا ابدا، يعني كلياته عفوي، يعني ننزل على الشارع كيف العالم عايشه نصور، ما نقول له لحدا انت لا روح وقف هون، انت روح وقف هون، بدنا ناخذ اللقطه هيك، لا ما نتدخل بحدا. يعني ما في تمثيل اطلاقا يعني؟ لا بالفيلم لا ابدا، التمثيل جميل. يعني بيبين يعني اذا كان في تمثيل، يعني بيبين نظامي باي مجال بنصوره بيبين انه هي اللقطه تمثيل ولا عفويه، وواضح يعني بشكل كامل انه في روح عفويه. هل برايك هي هي القيمه المضافه اللي انتم حاولتوا انكم توصلوها، ولا في قيم مضافه اخرى بالفعل الفيلم وصلها وبهذه القيم هو بيختلف عن باقي الافلام؟ لا هي العفويه هي اساس الصوره اللي كانت الرايدين نوصلها للعالم يعني. جميل. طيب عودة لعبد الرحمن، في اشاره مهمه في اول الفيلم انتم اشرتوا انه تم تصوير جميع هذه المشاهد داخل المناطق المحررة، هل هي العبارة كانت بالفعل مقصودة، وفي حال كان مقصودة شو القصد كان من وراءها؟ لا العبارة مقصودة لأنه كنا نتوقع أنه من السهل أنه الواحد يعني ينكر هذا الشيء أو غير متوقع. المشاهد اللي شفناها احنا نتوقع أنه بالنسبة للجمهور اللي سوريا بالنسبة له عبارة عن كومي من الدمار وعبارة عن هالة سوداء لمخلفات القصف والانفجار هيك فقط، فهو غريب أنه يشوف هاي المشاهد للناس اللي عايشة وقادرة بهذا الحجم أنه تبتسم وأنه تكون مبسوطة، فكنا بحاجة لتأكيد إضافي أنه والله العظيم ها كله بسوريا تفرج على وأنه المناطق المحررة هي عن جد محررة حتى نفسياً. تمام. يعني أنا هذا اللي وصلني أنه مسألة التحرير ليست مجرد مسألة يعني عسكرية وسياسية، وإنما حتى نفسياً النفوس تتجه نحو التحرير. تمام، وتعمدنا على ذكر أنه هي مناطق محررة يعني. كمان للتأكيد على هوية الفيلم، لأنه مشان ما يروح بإطار آخر، يعني أنه والله الناس عايشة بعيدة عن الحرب، الإطار الرمادي لا، أنه إحنا شباب ثورة وأبناء ثورة عم نحاول نفكر صورة حاول نوصل فكرة مختلفة، لكن احنا بمناطق محررة ومناطق ثورة. لطيف جميل. طيب يعني نعود لتفاصيل التصوير، المدة اللي استغرقها هذا الفيلم اللي شاهدناه هو 5 دقائق، حكي لنا شوية عن الوقت، طريقة تصوير اللقطات، قد ايه اخذ منكم مجهود فعليا ووقت وزمان؟ هلا بالبداية لما قررنا نصوره ما حطينا ببالنا قد ايش المدة، مثلا يوم او يومين حتى منصور، قلنا نحن حنصور حنشوف اللقطات، ننزل الحدث هو بيصنع لنا اللقطة انه كيف ناخذها او كيف نساويها، ما بنينا مثلا كل اللقطات ببالنا بعدين نزلنا على الشارع، لا قلنا الحدث هو هي اللي صنعت اللقطة، هي صنعت اللقطة. المدة تقريبا يعني التصوير صار خلال 8 شهور، تقريبا هو شيء 30 يوم تصوير، يعني من ساعات تصوير، يعني ساعات طويلة، ساعات ضخمة للتصوير كلياتها موجودة. مثل ما قال عبد الرحمن كان تحدي انه كيف نتخلى، انت عم تحكي عن تايم لابس يعني بياخد كتير وقت لحتى تطلع لقطة بسيطة. ايه فهذا كلياته صار خلال 8 شهور، يعني خلال ساعات تصوير كبيرة ننزل، ما قلنا انه نحن خلال والله يومين حنخلص تصوير هذا البرومو او هذا الفيلم او اي شيء، لكن قلنا انه بدنا نشوف الكمية كفت، كمية المادة، كمية اللقطات بكفوا لنوصل هيك صوره لنطالع هيك فيديو. جميل. طيب يعني بالنسبه للمشاهد، هل اعتمدتوا بتصوير او بعض المشاهد كانت من مصادر خارجيه، ولا كلياته انتم بالفعل صورتوه من الاول للاخير في المناطق اللي انتم نزلتوا وصورتوا فيها؟
هل كان في اعتماد على مشاهد خارجية؟ هلا في مشاهد خارجية أكيد مثل القصف وهيك يعني. قديش نسبتها تقريبا؟ يعني ما بتتجاوز 10% يعني فعليا يعني كان الاعتماد الكامل هو اعتماد على جهودكم. مثلا القصف يعني القصف يعني أكثر شيء استخدمنا من الأرشيف هو القصف يعني أو المعارك. يعني هدول نحن ما كنا موجودين بوقتها فإجباري حنستخدمه من الأرشيف، أما الباقي كلياته من تصويرنا يعني سواء واحد عم يسبح نحن نروح نجرب نشوف حلو. كيف إيه جميل إيه. طب طالما رحتوا لشخص وهو عم يسبح بصراحة يعني ما كان في نوعا ما تردد مثلا خوف من الناس؟ يعني أعتقد باعتقادي الشخصي أحيانا بالأماكن العادية لما بدك تروح أنت وتصور مع إنسان إلا ما يبدي بعض الخوف أو التردد إنه مين أنتوا. كيف كان الوضع معكم وتفاعل الناس معكم خصوصا أنكم رحتوا لهم بشكل عفوي؟ هو قلنا لك بالأول خفنا من إنه الناس تكون إنه تطرد الكاميرا يقول لك طلع أنت عم تصور، بس صورت طالعت على التلفزيون حيجي يضربنا الطيران، لكن شفنا بالعكس يعني كان في تقبل. ايه كان في تقبل كتير من العالم المدنيين من العالم العاشرة، معلش صور خذ راحتك شو بدك اسوي شيء، لا نقول له لا مثل ما انت اشتغل يعني. طيب يعني انس انت ذكرت لنا قبل الهوى انك لك يومين فقط خارج من سوريا وداخل الى اسطنبول، فيعني انت عايش في المشاهد وشايفها، لكن سؤالي لعبد الرحمن، عبد الرحمن بعد ما شفت هاي اللقطات بالفيلم، بعد ما شفت يعني الاختلافات فعليا في المشاعر الموجوده، هل عندك رغبه للذهاب والعوده الى سوريا ام هناك خوف وتوجس؟ هلا الرغبه موجوده بالتاكيد، وهي بالمناسبه احد الدوافع الرئيسيه لفكره الفيلم. دائما احنا لما نكون بسوريا فبيكون دائما الوضع بالنسبه لنا اسهل نفسيا بكثير لما نكون خارجها، لما نكون بالخارج فاحنا مثل احنا جزء من الجمهور بالنهايه، فاللي عم يوصلنا كمان صور القصف والدمار والاقتتال حاليا والى اخره، ومننسى هذا الجزء من المشهد، فاحيانا برجع بتفرج عليه انه كنت جزء من الفريق لتذكر نفسي ابتداء انه لا في شيء اخر، بقدر ما كان في بؤس وفي دمار وفي الم داخل سوريا، لكن في جزء اخر في الناس العايشه هي تستمد من الأمل ولسه يعني ما زال الحياة لم تنتهي. إيه وما زال في العمر عمره اللي نمضي يعني. جميل. في شيء لنعمله. يعني على مسألة إنه الحياة لم تنتهي، أنا شاهدت يعني أو من ملاحظتي في المرة الأولى اللي شاهدت فيها الفيلم في كثير من المشاهد كان لابد إنه تنتهي هون، أنا شعرت شخصياً إنه لابد إنه ينتهي الفيلم هون، لكن لاحظت فيما بعد وكأنه المشهد عم يتصاعد بيرجع يتصاعد، هل أنت قصدت أو قصدته إنه هيك هي الحياة، الحياة لا تنتهي عند حد معين، ممكن باللحظة اللي أنت حسيت إنه ممكن تنتهي لا الحياة مستمرة وستعود لتتصاعد صاعد من جديد؟ هي جزء من الفكرة حقيقة، وفنيا كان مقصود مشان التشويق لحتى لا يضل الفيلم أو العمل على وتيرة واحدة وبنصفه يصير ممل، فإحنا كنا كل يعني بعد كل مجموعة من اللقطات نرجع نشد، يختلف الإيقاع فالشد يضل مستمر بالنسبة للمشاهد. جميل. طيب يعني سؤال أخير، إن شاء الله إنه هذا الفيلم فعلياً بيوصل لعدد كبير وما رح يوصل إلا بالمشاركة في المسابقات، فأدينا وين إنه يكون في اشتراك بمسابقات عالمية وعربية لهذا الفيلم، فيلم ابتسامة حرب. السؤال لمين ممكن يكون؟ تفضل. هلا بالأساس اعتمدنا بهذا العمل على السوشيال ميديا إنه نوصل لجمهور السوشيال ميديا، وأعتقد إنه نجحنا بذلك مع إنه أدواتنا التسويقية و قدرتنا ومعرفتنا التسويقية كانت جدا ضعيفة، لكن العمل سوق حاله ووصل بأيام النشر، احنا كنا ما نلحق يعني بين مقابلات صحفية ومداخلات ونشر وإلى آخره، فأعتقد انه وصل لجمهور السوشيال ميديا وما في حاليا بالنسبه للعمل نيه لاشتراك بمسابقات او مهرجانات، لكن ممكن لو اشتركتوا احنا عم نقترح كاقتراح يعني انه يصل عالميا، بالعكس يعني هذا شيء جيد وطيب، ممكن يعني احنا بننصحكم انه تشتركوا تحاولوا، لانه للاسف الشديد يمكن في افلام اقل مستوى واقل جوده من ناحيه الفكره وتصل، لا يمكن انتم تكونوا اولى. انس ناوي انك ترجع بصراحه؟ هلا خبرنا يعني بعد جيتك لاسطنبول كيف رجعتك راح تكون؟ في اكيد في امل للعوده يعني، بالاخير لازم يكون في حدا جوا يوصل صوره الحياه للناس كيف عالم عايشه، يعني ما نطلع نقعد برا باسطنبول وخلص ننسى العالم اللي جوا، لاني اذا الكل طلع ما في حدا يوصل رسالتهم يوصل صورتهم كيف انهم عايشين يعني بعيدا عن القتال او الحرب او اي شيء ثاني عم بيصير بسوريا. جميل. يعني نعم. احنا بالفعل بنشكركم جزيل الشكر على هاي الفكره، انتم وصلتوا لنا الابتسامه، ابتسامه الحرب، وصلتوا لنا هذه الروح الجميله الموجوده بالفيلم، وصلتوا لنا الامل في ظل كل الظروف الصعبه اللي اعتقد انه واقعها مش فقط على سوريا وانما حتى احنا يعني جميعا كعرب ومسلمين نشاهد هذه المشاهد ايضا نتاثر ونعيشها حتى لو نفسيا. شكرا جزيلا عبد الرحمن الكيلاني منتج الفكره وانس الصباغ المصور في هذا العمل. شكرا لكم لتواجدكم معنا.